أهلا بكم مشاهدينا الكرام عبر الجزيرة مباشر. أنا هنا على شاطئ بحر الزوايدة في المناطق الغربية للمحافظة الوسطى. نرصد لكم النازحون هنا على شاطئ البحر، كيف وصل بهم الحال إلى هنا وكيف سيستقبلون فصل الشتاء. نرصد لكم المحاولات التي أقامها النازحون من أجل تفادي ظاهرة المد والجزر التي تجري هنا وتغرق الخيام المقامة على شاطئ البحر. طبعا مشاهدينا الكرام، الخيام هنا على امتداد الشاطئ، يقوم المواطنون هنا بحفر ما هو أشبه بالخنادق الصغيرة كما ترصد لكم الصورة، من أجل تفادي الغرق الذي تسببه أمواج البحر حينما تصل إلى هذه المنطقة، وهذا ربما يجعل المواطنين في حالة تأهب دائمة لأي لحظة يمكن أن تدخل فيها المياه إلى الخيام. طبعا هذه السواتر الرملية أو الخنادق أقيمت من الرمال، وبالتالي في أي لحظة إذا جاءت موجة قوية يمكن أن تسقط هذه السواتر الرملية المقامة. نتحدث مع مواطن جاء من مدينة رفح نازحا إلى شاطئ البحر. ليش اخترت البحر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا البحر ما اخترته، أنا انجبرت عليه جبر بحكم الاجتياح رفح والعدوان الاسرائيلي وهدم بيوتنا، انجبرت اجبار. انا مش جاي رفح، جاي انجبرت على البحر اجبار. كيف النزوح على البحر؟ النزوح على البحر زي ما انت شايف الموج كل يومين ثلاثه بيطلع الموج بيصل للخيم، عنا بيعمل لنا بيخش الميه عند الخيم، فاضطرينا نعمل السواتر الترابيه هذه على قد ما نقدر في امكانياتنا في حدودنا نحمي حالنا من الميه اللي بتخش علينا على البحر. وهذه ما مدى جدواها؟ يعني قديش هي مجديه في تلقي الامواج؟ يعني ابو 10%، مش اكثر من هيك. انت بتعرف الموج البحر قوي فبيسحب سحب الرمل فبتحملش، بس على قد ما نقدر نعمل ايش بدنا نسوي، فيش امكانياتنا وهذه ظروفنا. طب يعني رغم الخطر هذا انتم باقيين على البحر، ليش؟ فيش مكان غيره، هات لي مكان نزوع غيره. عندك عندك من انصراط لمواصي رفح فيش فريش الاعداد، زي ما بيقولوا كومبليت، عندك نزوح الاعداد زحمه جدا واماكن ما فيش اماكن تتحرك فيها، ما فيش اماكن عشان تبتدي عشان تتحرك ستك من هنا تروح اي مكان ثاني مش هتلاقي مكان، وهات لي مكان ما فيش مكان تتحرك فيه. وحتى وين وجد مكان لما ما فيش سيوله ماديه اني انا اقدر ارحل من عندي من هنا الى مكان اخر، اقل نزوح بدك من 500 ل 1000 شيكل اقل نزوح من مكان لمكان. طب من وين اجيب المبلغ هذا؟ زايد الاماكن الخيم اللي احنا قاعدين فيها واللي انت شايفها بتشوفها بعينك والتصوير قدامك، هذه مجهود ذاتي، مجهود ذاتي مش من اي حدا. متوعدين من المسؤولين ان شاء الله بيوعدونا انه يجيبوا لنا خيام وشوادر ان تحمينا نوعا ما واماكن نقعد ننزح فيها. طبعا مشاهدينا الكرام، هذه الخيام مصنوعه من قطع من القماش بالاضافه الى قطع من الشوادر، وهي رقيقه جدا حقيقه. زي ما انت شايف ممزح ومطر، يعني بمعنى هذه من كم يوم مطرت علينا ما فيش مكان الدائره من المطر، مكان تقف من مكانك تقف تتضرر المطر جوا الخيمه ما فيش. تعرف يعني ما فيش مكان تتضرر، يعني ستك لما راكت جوا ورشيت عليك قزازه ميه هتتغرق. بص من فوق بالسقف كله، السقف حضرتك دايبات، طلع هاي دايب، فيش بتمزح قاعد بتمزح، طلع هاي دايب. مش الشمس. ليش له محطوط الشادر هذا؟ هذا الشادر محطوط من اول نزوحنا في اول خمسه، اول ما نزحنا من رفح وانا حاطه. لا الحين والخشب والخشب حتى الخشب كمان ابتدى يتلوح، طلع كيف الخشب ابتدى يتلوح ديت. طب انت الحبل هذا ليش حاطه؟ الحبل هذا حاطه يعني ماسك الخيمه من الهواء. هذا الخشب رقيق طلع بيتحرك رقيق مع الهواء ديت، ما فيش مش غاطس تحت بده يغطس تحت لا يقل عن مترين عشان يمسك، والخشب رقيق وغالي سعره، فاضطرينا نشتري ارخص ما نقدر ونبدا نعمل حالنا الحبل هذا عشان الهواء لما بيمرق، الهواء لما بيمرق بيخلي الخيمه تطير، الهواء الشادر هذا يطير، هي نزع. وين اجيب من وين اجيب شادر ثاني مزع؟ والشادر الحين ابو 100 شيكل، كان لقيت ثمنه مش اقل من 500 و600 وصل 700 شيكل في الوقت الحالي في السوق. من وين اجيب 700 شيكل انا عشان اجيب شادر امسك؟ انت قبل الحرب ايش كنت تشتغل؟ انا كنت بشتغل سواق. قعدت. ما فيش، هو في شغل؟ في شغل. هو في حدا في غزة بيشتغل؟ في حدا في غزة لاقي شغل؟ ده بلا شك، بس بدنا ايش بدنا نسوي؟ بدنا نتحمل عشان خاطر الأطفال.
اذا ما تحملناش احنا الكبار مين بده يتحمل؟ اذا انهارنا احنا الكبار يقبل الاطفال ايش هيصيروا؟ ايش هيصير مستقبلهم بكره؟ مش هيتحمل، فالغصب عنه لازم نتحمل احنا برضانا بكيف لازم نتحمل، ونحن صامدون حتى يفعل الله ما يشاء، كل من عند الله ومن احلى. انت ايش اسمك؟ عبد الله. وين خيمتك؟ هذه برضه؟ هذا مشاهدينا الكرام الطفل عبد الله النازح من مدينة غزة. أنت قديش لك نازح؟ إحنا كثير. من أول الحرب نزحته؟ آه. وكيف القعدة على البحر؟ مش نافع. ليش مش نافع عبد الله؟ البحر بضل يطوف علينا. بضل يطوف عليكم؟ آه. وش كمان؟ الزقنة من الرمل، كل ما بدك تعمل أكل بتلاقي الأكل بالرمل، الرمل بالأكل. وبتقعد كل اسبوع بطف البحر، كل يومين بطف البحر بدك تقعد طفحة. يعني الرمل بضل يخش بالاكل. زهقنا. تعبت؟ اه. قديش عمرك انت؟ 11 سنة. وانت تروح على المدرسة؟ اه. ما لقيت بتروحش؟ فيش مدارس. فيش مدارس. طب انت ايش بتعمل في يومك؟ يعني بتصحى الصبح ايش بتعمل؟ طول اليوم؟ بضل قاعد بروح بلم ورق. بتلم ورق لايش؟ للنار. ليش بتطبخوش على الغاز؟ ما عندناش غاز، ما فيش مصاري نشتري. هذه خيمتكم يا عبد الله؟ هيا. طب وهذه السواتر مين اللي بيعملها؟ ابويا وعمي. هذه كلها كم من يوم بتجددوها؟ كل يومين. كل يومين بترجعوا تعملوا السواتر؟ آه. سنتجول واياكم مشاهدينا الكرام مع الصورة حيث نرصد لكم هذه الخنادق التي تفحر بشكل دوري كل يوم أو كل يومين من أجل أن يقي المواطنون أنفسهم من مياه المطر، كما ترصد لكم الصورة. لازلنا نتجول، وهذه الخنادق يقوم المواطنون بحفرها من أجل تلقي مياه المطر، لكنها حسب ما أكد لنا الرجل أنها لا تقي إلا بنسبة ضئيلة جداً، لأنه هذه هي الخيام وهذه هي يعني النقطة التي وصلت إليها المياه كما ترصدها لكم الصورة. يعني هذه النقطة التي تصلها المياه، وبالتالي مع ازدياد والدخول في ساعات الليل أكثر وأكثر تكون هذه الخيام عرضة للغرق، وهذا ما يجعل المواطنين في حالة طوارئ دائمة وحالة تأهب دائمة بسبب مياه المطر. وربما مشاهدينا الكرام هذا جزء من معاناة النازحين على شاطئ بحر المحافظة الوسطى من أقصى شمال المحافظة وصولا إلى أقصى منطقة في جنوب قطاع غزة عند منطقة فيش فريش في المناطق الشمالية الغربية من مدينة رفح. تمتد الخيام على شاطئ البحر رغم دخول فصل الشتاء. يعني سنحاول أن نسأل أحد المواطنين عن ما سيفعلونه في فصل الشتاء. طب حج اليوم انتم هنا يعني ما نزلش مطر كثير، في فصل الشتاء ايش بدكم تعملوا؟ والله احنا متوعدين ان شاء الله من المسؤولين ان يشوفوا لنا مكان ويشوفوا لنا خيم. زي ما انت شايف اجت من فتره من كام يوم تقريبا حوالي شهر زمان اجت زوبعه، الخيمه اللي وراك والموقع اللي وراك ده كله طار لدرجه الاطفال طارت، وصاحب الخيمه موجود، صاحب المكان موجود، طفل او اولاده مسكناهم مسك صغار اطفال طاروا مع الزوبعه، واحنا مستنيين ايش بدنا نسوي؟ بدنا نروح، ولا عندنا خيم ولا عندنا شواتر. ايش انا ايش نسوي؟ يعني هذه الخيمه مشاهدينا الكرام اقتلعت من مكانها بفعل الرياح العاتيه التي ضربت هذه المنطقه، وربما هذه الخيام الصوره ترصد لكم حقيقه بنائها. هذه القطع الباليه من القماش وبضع اخشاب يعني لا يمكن ان تصنع اي شيء كما ترصد لكم الصورة. وهنا أيضا معاناة أخرى تتعلق بأكوام النفايات التي تجتمع هنا في هذه المنطقة وتؤدي إلى مكرهة صحية حقيقة. سنحاول الحديث مع صاحب هذه الخيمة. أنتوا كيف قاعدين قرب النفايات هذه؟ والله يا صاحبي العزيز أنا في عندي 3 أطفال، من اول ما سكننا يمكن قعدنا تقريبا 3 شهور او 4 شهور، كان الولد بيطلع فيهم حبه بند، الولد يصير كله ندبحه،
جبنا لهم بدل المره مرتين وثلاث واربع جبنا لهم، فاحنا مش قادرين نعيش برا. حتى كل حاجه بدها فلوس. اليوم احنا عايشين على البحر، ممكن نلاقي لنا صياد يدينا 2 كيلو ولا كيلو سمك او نص كيلو سمك بناكله بنضب حالنا. اما لا حد سائل فينا ولا حد قال لنا وين انتوا ولا شيء. الخيمه هذه انقبعت من مكانها من فتره، شالتها كلها. عندي الولد الصغير هذا جبته من برا كان في الميه، وعندي اخوي الصغير الثاني انا لقيته مرمى في اخذته الميه، اخذتها كلها الخيمه، راحت ما ضلش خيمه. واعينا كان في الجو بطير مع الزوبع اللي صار، صار في اعصار خفيف واجت الخيمه هذه في هذه التنتين اللي اجوا في بعض. فاحنا عايشين بين الله يعزك المزابل والدود والحشرات احنا ما بنعرفهاش، في حشرات جديده احنا ما بنعرفهاش ولا بنشوفها ولا بنتلا. يعني انت تخيل، شوف كل الشط، تعال شوف رجليهم اقل ما فيها، بتلاقي كل حب فيها مش معروف ايش قصتها بالضبط. بتروح على العياده ما فيش دواء، بتروح على المستوصف ما فيش دواء، فيش دواء بالمره في الحياه خالص، خلصان. بعدين انا بالنسبه لي انا مريض، لا قادر اشتغل ولا قادر اعمل ولا قادر اسوي، من وين نجيب مصاري؟ لمين احنا عايشين؟ انا في مزبل العاده، مزبل هيك شايف بعينه. كل احنا معمولين هنا مكب نفايات، ولما بيعلى علينا البحر متبهدل زياده عن اللزوم. يعني احنا كل اسبوعين كل اسبوع بتلاقي البحر تبعك هذا بيطلع بيجي لعنا هنا، بنقعد طول الليل لا بننام ولا بنعمل اي، بس بنحط الاولاد بنرفع لهم شويه رمل وبنقعدهم بنيهم عليه. هذا فعليا تعال على المنخفض اللي جاي حتيجي تشوفهم زي ما بقول لك بالضبط. هنرفع الرمل ونقعد اولادنا الصغار واحنا نقعد على الشارع وبنندب مي وعادي، والبحر بيخش علينا ومطره وجاينا زيتهم، ما حد يسال. الحمد لله رب العالمين ما في شيء. ولو بدنا نطلع برا يا اخوي، ما قال لك الراجل لو بدنا نطلع برا احنا بدك 1000 شيكل مواصلات. طب انا بالنسبه لي فعليا ما عيش 5 شيكل اكل فيها اليوم عشا، ما فيش. احنا انا اسره، انا مكونه من 6 انفار، يعني باللي تفهمه بمشي يومنا، باللي تفهمه بيمشي اليوم الحمد لله رب العالمين. مش عارفين لا نشكي لمين ولا نقول لايش ولا احنا خيام، او حتى شادر يحطوا الواحد من المطره ما فيش. ما في دقه جدا. هذا الولد ايش ذنبه؟ هذا ايش ذنبه؟ واللي صغير اللي عمره سنه ايش ذنبه؟ واللي عمره 6 شهور ايش ذنبه؟ انا كل ما بصير زي هيك ببعث مرتي على اهلها. اهلها وين؟ مستشفى الاقصى. مستشفى الاقصى في اي وقت معرض للقصف، اي وقت. ممكن يعني وانت هذا كان هناك المره اللي فاتت، فبتصل على سته كيف الدنيا، بتقول لي والله ضربوها مش عارفين ايش ذا. طلعت على الساعه 2 في الليل من البحر هنا لا حديت مستشفى الاقصى على رجلي مشي، وما فيش ولا انسان في الشارع ولا بس ولا حيوان ولا حاجه في الشارع، ممسوحه خلص. ورحت هناك اطمن على الولد الساعه 2 في الليل. احنا بدنا نموت، ما ضلش الموت واحد والعمر واحد، خلص ما ضلش، اقسم بالله ما ضل ولا حاجه. بتصحى بتلاقي ابن عمك ميت، بتنام بتلاقي ابن عمك ميت، تصحى صاحبك اعز صاحب لك بتلاقي استشهد فلان. ما فهمناش ولا حاجه. انا بالنسبه لي ماشي على الدنيا هذه، لا بنعرف توقيت على البحر فعليا، اسال اي انسان على الشط، لا بنعرف وقت ولا بنعرف ساعه ولا بنعرف تاريخ ولا بنعرف ايش في الدنيا ولا حاجه، ولا فاهمين ولا حاجه. يعني هذا الولد صار يقول لي يا باب عرضك بدي دجاجه ما بشوفه في السوق، جيب لنا دجاج. طب حق الكيلو الدجاج حقه 65 شيكل. طب 65 شيكل من وين؟ من وين نسرق؟ تعبنا. تضيق الحياة أكثر فأكثر بالنازحين هنا على شاطئ البحر، حيث أنهم في عزلة تامة، وليس خطر النزوح وحسب، الخطر هنا يحدق أو يحدق بهم من كل جانب. أولاً أمواج البحر، ثانياً ظروف النزوح القاسية جداً والخيام التي تنهار في أي لحظة على وقع أمواج البحر العاتية التي تضرب الخيام وتؤدي إلى انهيارها واقتلاعها إذا ما هبت رياح قوية هنا في هذه المنطقة. وبالتالي مشاهدينا الكرام، هذا هو الواقع هنا في المحافظة الوسطى على شاطئ البحر، حيث أكثر من 50,000 إلى 60,000 نازح على شاطئ البحر من شمال المحافظة الوسطى إلى أقصى جنوب المحافظة تباعاً عبر الجزيرة مباشر. يعني نحن تقريباً بعيدين عن الشط، عن شاطئ البحر، لكن المياه تقترب أكثر فأكثر، والصورة ربما تظهر لكم حقيقة ما يجري هنا. الشاطئ بعيد عن الخيام أقل من 5 أمتار، وهذا ربما ما يعانيه النازحون بشكل مستمر. تباعاً سنكون معكم لنرصد لكم ظروف المعاناة وصنيع الحرب بالفلسطينيين هنا في قطاع غزة. للجزيرة مباشر من شاطئ بحر الزوايدة في المناطق الغربية للمحافظة الوسطى، أشرف السراج.